الو الو الو، الفنانة عفاف ابو سعود. ايوه يا فندم، شلونك؟ الحمد لله، لوني حلو اسمر. بخير. اهلا، الحمد لله. حضرتك يا بيحكي للفنان سمير غانم. يا ريت حضرتك اتفضل، بس تعرفنا باسمك الاول. يا انا خالد حمد من الكويت. اهلا وسهلا بيك وبكل مشاهدينا في الكويت. الاستاذ سمير غانم سمعك، اتفضل. شلونك فنان سمير؟ ايوه، شلونك؟ الله يخليك، عساك بخير. مساء النور. ابغي اسال حضرتك، عندي سؤالين يعني. تفضل. تفضل حضرتك. هي كان سؤالي في البوم غنائي. نعم. كان فيه اغنيه اسمها انيبه. انيبه؟ يا عارف شنو قصه هالاغنيه هذه؟ ويا ريت لو نسمع جزء منها لو تكرمت استاذ سمير. انيتا. اسمها انيتا؟ هي اوشي، اسمها اوشي. اوشي. لا هي اول دي يوناني ولا جريجي؟ هي كان في شريط انا كنت عملته. ايوه. بس بقول اي كلام يعني فيها. طب بس على اللحن. فكر بس ايه اللحن؟ اوشي ايه اوشي، مش هي دي؟ ايوه، قول قول يا سمير. اكا تامستو بساريا، اكا تامستو بساريا، كا تامستو بساريا، اوشي ايه. بالبزوكة. الا بلوزا فالا بلوزا، الا بلوزا فالا بلوزا، الا بلوزا فالا بلوزا، اوبا اوشي ايه. بس المفروض بغنيها لواحده اسمها انيتا حبيبتي يعني. انيتا ايسي بسخيمو يعني، انتي روحي انيتا. ايلا انيتا تعالي يعني. انت غنيت الاغنيه دي لحد بصحيح ولا ايه سنين؟ لا في الشريط كنت. انما لا يظهر نفسه اكيد وراء قصه. ايش عرفك؟ تعرف انيتا زمان؟ تعرف انيتا زمان؟ اوه زمان. معلش يا دلال، معلش يا دلال. لا تجرؤ تفتح بقى. طب هي جنسيتها ايه؟ يونانيه. 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 زمان زمان. ايام الجامعه بقى. ايام الجامعه. اسمها انيتا. الاخ خالد معانا؟ ايه والله معاك. اسمع انا بالنسبة. دي حكايه انيتا بقى يا خالد. دي حكايه انيتا، واديك سمعت التفاصيل اللي وراها. طب قول لي السؤال يا اخ خالد. ايه؟ السؤال الثاني اللي حضرتك تحب تساله. ايه استاذ سمير. ايوه. احنا قرينا بالصحف الحقيقه، انا قريت عن يعني متابع اخبارك الفنيه. واريد اعرف، كنا قريت ان حضرتك تجوزت من ممثله كانت كوميديه، ممثله كبيره الحقيقه كانت كوميديه، خاصه بعد ما اتطلقت من جوزها وهو فنان كبير كوميدي ايضا. وهذا الجواز كان زي ما تقولوا بمصر، ما اعرف ايش اقولها، كان ما اعلنتوا عنه او كان سري، يسمي سري. هذا خبر صحيح ولا لا؟ الصحف. لا لا يعني انت عارف، هقول لحضرتك حاجه. انت عارف عندنا الصحف كترت قوي والمجلات كترت، يعني بتلصق اخبار من النجوم باي من غير سبب يعني، باي اشاعه تطلع. انما ده ما حصلش اطلاقا يعني. هذا مو صحيح الخبر. لا 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 لا، ولا له اي اساس. والله استاذ سمير اصلا لو صح انا كنا بنشوفك في الكويت، ونتمنى دائما نسمع عنك كل خير يعني. ما ادري ليش الصحف تسوي شيء وتسوي اشاعات. اصل المواضيع خلصت، فما عندهمش حاجه يكتبوا، فهم الفنانين اللي قدامهم يختلقوا. انا بقرا اخبار ليا غريبه جدا. زي ايه؟ برضو اخبار جوازات غريبه جدا انا بقراها. وسفريات غريبه جدا، وطلقات غريبه جدا وبتاع. اقعد اضحك. اخبار يعني لا لا لا، ما شوف اي حاجه. اي حاجه سمعتها عنك؟ بص يا خالد، اي حاجه سالنا انا اقول لك. بعد ما قال لك حكايه انيتا فهو هيقول لك كل حاجه. استاذ خالد شكرا. بس بنشوفك ونتمنى لك دائما التوفيق بكل اعمالك، وتشرفنا بالكويت. ان شاء الله تكون اقامه جيده. ان شاء الله تستمتع بيها. ان شاء الله. شكرا بالكويت استاذ سمير. ان شاء الله. شكرا. الى اللقاء، مع السلامه. واضح ان انت ايزر عندك جماهيريه في الكويت. طبعا حبايبي.